كبايرة التركية، تاريخ من الجمال. باتت مدينة كبايرة التاريخية في ولاية بوردو التركية ومدينة المصارعين فيها مستعدتين لاستقبال الزوار بإجراءات صحية وقائية اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا. وتستقطب كبايرة التاريخية اهتمام السياح المحليين والأجانب، فيما تسحر المباني الضخمة الموجودة في مدينة المصارعين الزوار ومحبي الرحلات التاريخية. وتحظى كبايرة بموقع جغرافي استراتيجي يتوسط المدن التاريخية القديمة في منطقة جنوب غرب الأناضول قرب بلدة كولهيسار. تم اكتشاف مدينة كبايرة التاريخية التي يعود عمرها إلى 2300 عام خلال أعمال الحفريات الأثرية التي انطلقت عام 2006. تطل كبايرة على المنحدر الغربي لسهل كولهيسار، وتبهر المباني الضخمة التي بنيت وفقاً لفنون العمارة الرومانية والبيزنطية المتنوعة الزوار الذين يتدفقون لزيارة الموقع التاريخي والإنساني الهام من داخل وخارج تركيا. ومن أبرز ما يجذب الزوار للمدينة مدرج كبايرة الذي يتسع لعشرة آلاف وأربعمائة شخص، وتم تشييده وفق الأنماط المعمارية الرومانية والبيزنطية. وقسم الأوركسترا الذي يحتوي على لوحة ميدوسا المطعمة بالفسيفساء. كما يهتم السياح المحليون والأجانب بزيارة الحمام الروماني والشارع الرئيس والمسرح الذي يتسع لنحو تسعة آلاف شخص وغرف المقابر المبنية تحت الأرض. ودخلت كبايرة قائمة يونسكو المؤقتة للتراث العالمي عام 2016، وهي اليوم تستعد لاستقبال زوارها مع المحافظة على قواعد الوقاية العامة والتباعد الاجتماعي خلال الفترة القادمة. ومن أكثر الخصائص التي تميز مدينة كبايرة في تركيا احتواؤها على مدينة المصارعين التي تبهر الزوار بمبانيها الضخمة، وكانت على مر العصور مشهورة بمصارعيها خلال عهد الإمبراطورية الرومانية، بالإضافة إلى المباني الضخمة الموجودة فيها والتي تخطف الألباب بحق وتعكس أصالة التاريخ وروعته في كبايرة.